الأهلي وهو مقدم على مباراة مهمة، الأهلي وهو على موعد مع التاريخ. نشوف في هذا التقرير الصوتي الأهلي والترجي نهائي الرعب والفزع كما أطلق عليه الكاف. لا صوت يعلو على صوت النهائي الإفريقي، شعار رفعه الجهاز الفني واللاعبون داخل النادي الأهلي فور الانتهاء من أداء مباراة ذهاب دور 16 في البطولة العربية. يدخل الأهلي مواجهتي النهائي الإفريقي أمام الترجي التونسي حاملا طموحات جماهيره العريضة في تحقيق حلم الفوز بالكأس التاسعة، مدافعا عن كبريائه الرافض لفكرة الجفاء بينه وبين الأميرة الإفريقية لفترة أطول، وذلك منذ آخر تعانق بينهما عام 2013. تحويل الحلم الأهلاوي إلى واقع لن يكون بالأمر اليسير في مواجهة طموحات منافس عنيد يسعى إلى كسر التفوق الأهلاوي على مدار 18 مواجهة جمعت بين الفريقين في تحديات إفريقية سابقة. شهد تفوقا أهلاويا بالفوز في 7 لقاءات، 3 لقاءات للترجي، فيما فرض التعادل كلمته على 8 لقاءات. التفوق التاريخي للأحمر على نظيره التونسي يضع أنصار الأهلي في منطقة وسط بين تفاؤل بالفوز في مجموع المباراتين ومن ثم تحقيق الكأس التاسعة، وبين مساحة من القلق الصحي الداعي إلى الأخذ بأسباب النجاح والتفوق ورفض نغمة الارتكان إلى الماضي. أخيرا يبقى التوفيق عنصرا أساسيا نتمنى أن يأتي في صالح الأهلي ليحلق في سماء المجد الإفريقي برفقة الأميرة السمراء وصولا إلى الإمارات الشقيقة للمشاركة في عرس مونديال الأندية. ولو بطلنا نحلم نموت.